السلام عليكم بنات، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنت منا تكون بألف خير. أنا عارفة راسي قصرت بزاف في تأخير هذا الفيديو. هذا الفيديو كان طلبوه لي بزاف البنات، للبشرة، روتين للبشرة اللي كتعاني من الورديه، أي لا روساسيا أو لا غوزاسي. ماشي هو مفهوم ديال هو بشرة حساسة. البشرة حساسة يعني كتكون نقصة شويش على البشرة اللي كتكون كتعاني من الوردية. البشرة اللي فيها الوردية كتكون دائما حمراء، شربت شي حاجة سخونة كتطلع على الحرارة، ما يصلح لها شي الحمام، ممنوع ليها المقشرات، يعني لقط المقشرات الأحماض الفواكه ما تعملهمش نهائيا، ما تعملش كذلك في لي برودوي، هادو من الاساسيات لي برودوي اللي كيكونوا كيحتوي على البارفان ما خصهمش نهائيا تستعملهم. يعني اي بشره موي ديليكادا، يعني روتين ديالها خصو روتين خاص، عنايه خاصه. كنقدروا نعملوا لها تقشير، ولكن ديك تقشير خفيف بالبارد، ماشي تقشير كيكون يعني بالاحماض الفواكه، لا هيقدر يعمل لها توليرانسيا اكثر. كاين بعض البشره اللي كتكون عاديه وكترجع البشره الحساسه او البشره فيها لاغوزاسي. علاش؟ حيت كتكون بشره عاديه هي عملت شي منتوجات او لا عملت شي مكونات ولا عملت شي خلطه هي اللي ادت الى بشره حساسه، الى بشره فيها الورديه. بشره فيها ورديه كما كنعرفوا الوجه، كيفاش كنعرفوه؟ كيكون فيه العرق صغار كيبانوا مثلا، كتشرب صوبا كيرجع لوجه احمر بزاف، كيبان لوجه حناكه منفخين بزاف، يعني الحمام ممنوع ليها، بخار سخون ممنوع ليها، يعني كتكون بشره فيها وردي بزاف. وكتكون فيها الحكه، يعني كيكون مصحوبه بحكه بعض المرات، وكاين بعض المرات كتكون مصحوبه بقشور، يعني كتكون فحال فيها الاكزيما، يعني كتكون بشره صعيب نتعاملوا معاها. عملنا لا مواد غلطه او غلطين في المواد او غلطين في الروتين، هنقدروا نحصلوا على نتيجه غلط البشره ديالنا. ماشي صعيب نداويوها، ولكن صعيب نجبروا المنتوجات اللي كتوالما. اليوم هنحاول نعطيكم لي برودوي او المنتوجات سهله في المتناول لاي واحد، ولكن سمحوا لي بزاف يعني بعض الشركات ما هنقدرش ننزل لكم لي مارك ديالها. انا هذا هو فيديو الثاني اللي عدلته، كنت عدلت فيديو الاولاني، وهذا فيديو الفيديو الاولاني عملت بزاف ديال لاغوش بوسي، يعني لاغوش بوسي كنعرفها من احسن الماركات الطبيه اللي كتعالجنا الحب الشباب، اللي كتعالجنا مشاكل البشره. كذلك حاولت نحذف بعض الشركات اللي هي كتعاون الكيان الصهيوني، ولكن نقدر نخطا في هاد لي برودوي اللي هنزل لكم دابا، يكون شي واحد كيعاون الكيان، ولكن كنظن لا، حيت انا تحريت بزاف وبحثت بزاف باش ننزل لكم المواد تكون كاينه موجوده، ونفس الوقت يعني نحصلوا على نتيجه على البشره ديالنا كذلك، ونفس الوقت ما نكونوش كنعاونوا الكيان. اول حاجه اللي هنبداو بها هي الغسولات. الغسولات خصها تكون سوافي، ما تكونش كتحتوي على لي بارفان، على سلفات. عطيتكم امثله، مثلا افينو ود افين وسيرافي، دابا بحال سيرافي وافين، المهم باش ما نذكروش الشركات، انا كنحاول نعطيكم كماده علميه من احسن الغسولات اللي تقدر البشره تحصل على نتيجة، ونفس الوقت ما تعملش حساسية وتهيج. هادو من أحسن الغسولات. يعني كل بشرة مثلا دهنية هتختار، وخا نفس الشركة يعني هتختار الغسول اللي كيناس البشرة الدهنية. البشرة الجافة كذلك، ولكن هادو بالضبط ديال الوردية. بالناحية البنات هيقولوا لي مزيل ماكياج التونر، تونر ما ننصحش به نهائيا البشره اللي كتعاني من الورديه، نقدروا نعوضه بالاوميسيرال. الاوميسيرال تقدر تعملو بدون تخوف. اعمز لكم هنا كامثله، مثلا كاين ديال ساس درما، انا كنفضل يعني في هذا الوقت هذا اما ساس درما او لا فيلورغا. فيلورغا نقدر نقول لكم منتوجات ديال البشره اللي كتكون جد حساسه او للورديه ما عندهاش بالضبط، حيت كيعملوا لي بارفان فيهم. كنفضل انا سيس درما، كوادالي، بيوديرما، سينسيبيو او لا دلانكوم. الاثمنه ديالهم يعني ماشي باهظه الثمن،
ثمن مناسب. الحق الله يعني البشره اللي كتكون فيها الورديه كتكون كتعاني بزاف ما فيها باس، يعني هادشي اللي واحد طونيك يعني هيبقى لك يعني مده، يعني اذا احتفظتي به يعني هتبقى لك اكثر من 6 اشهر. كتقدر تزل به الماكياج ديالك، تقدر تعملو تغسل تمسح به يعني واخا بلا ما تغسل البشره ديالك من بعدها. وتينا يعني مهنيه بحال اللي كنقولوا امن على البشره، وزيدون كتعرفش كتمل البشره ديالك. يعني دابا غننتقلوا الى ترطيب البشره. ترطيب البشره ضروري ومؤكد، يعني كل بشره خصها تاخذ، يعني انا نزلت لكم هنا امثله ديال الشركات واللي كي اختصاص ديالهم الورديه، ولكن كل وحده هتشوف كاين ديال البشره اللي كتكون جافه والبشره دهنيه ومختلطه، ولكن نفس العبوه، نفس الشركه، نفس يعني امبالاج، تقريبا نفس الامبالاج. وكاين مثلا بحال سيز درما راه الكريمات ديالها راه كتصلح جميع انواع البشره. مثلا في حال ديال ازدين كذلك، هذا اللي منزله ديال ازدين هذا كيصلح جميع انواع البشره. البيوديرما كاين ديال البشره الدهنيه والبشره المختلطه والبشره الجافه، يعني هو سينسيبيو اصلا، ولكن يعني كت ضروري كتبحث، يعني نفس هذا اللي نزلت لك، ولكن هذاك اللون ديال البيوديرما كيختلف فقط اللون، يعني ماشي كنزل لكم هنايا البشره المنتوجات البشره اللي كتعاني من الورديه هتشريوهم بالضبط. انا كنعطيكم الشركه اللي كت يعني عندها كتخدم يعني بمواد اللي ما كتمناش حساسيه. وانتوما يعني انا بشرتي مثلا جافه، هناخد مثلا هاد ديال البيوديرما، هنبحث على هو نيت ولكن البشره الجافه. اما البشره الدهنيه كاين هو نيت ولكن في اللون ديالو البشره الدهنيه عجبر لون اخضر. فهمتوني شنو بغيت نقصد لكم؟ يعني ماشي شي وحده توقع في الغلط وتاخذ سكرينيهات الصور وتمشي تشريهم بالضبط وهي ما عرفاش نوع البشره ديالها. ولكن انا قلت لكم هنا عطيتكم كاحسن كريمات اللي كنفضلها بحال ديال سازرما كتحتوي على الازيليك اسيد، هو الكريم الازيليك اسيد والسيروم. هننتقلوا ان شاء الله الازيليك اسيد هو الوحيد اللي كيصلح البشره اللي كتكون حساسه، كيهدئها، كيعطي كيعمل لها كينقص لهم ديك الهيجان داك الاحمرار. دائما اي غسول فيه الازيليك اسيد ولا شي كريم فيه الازيليك اسيد ولا سيروم ازيليك اسيد، بشره فيها ورديه او بشره حساسه بيرفكتو. دابا انتقلوا ان شاء الله سلينا تنظيف، سلينا يعني الحاجات الاساسيه، هنمشيو لواقيات الشمس. كما كنعرفوا واقيات الشمس واقي شمسي يعني كيحتوي على جوج انواع الفلاتر، كاين فلتر كيكون كيميائي وكاين فيزيائي. اللي بغى يعرف شنو هو الفرق بين فيزيائي وكيميائي يرجع الفيديو اللي كنت نزلت قديم شحال هذه. البشره اللي فيها الورديه البشره الحساسه عامه ما كيصلح لهاش الواقي شمسي كيميائي، يعني مباشره خصها تمشي واقي شمسي فيزيائي، يعني اي مينيرال، يعني باش هتعرفها غتكون مكتوب فيه مينيرال. هنعطيكم دابا كامثله اللي تقدر تصلح البشره اللي فيها الورديه وكذلك البشره اللي فيها الحساسيه، يعني بشره اللي كتكون حساسه كامله. كما كتشوفوا عندي كاين ديال بيوديرما، اسدين، روسكاكور، اوين، اورياج، ايزيس فارما، هادو من احسن واقيات الشمس ديال لاروساسيا ديال الورديه. كاين منهم فيهم بحال بيوديرما كاين بلون فيهم الفوندوتا، حتى هو مزيان يعني ما تخافش منه نهائيا، كيكون عنده واحد نسبه الحمايه زايده، كيكون عنده الزنك واحد نسبه الزنك زايده. تعملوا يعني هتجدهم كل ساعتين ماشي كل 4 ساعات. هذا هو الحاجه السلبيه ديال الواقي الشمسي الفيزيائي، يعني كيخلي لك واحد شويه طبقه بيضاء في البشره وخصك تجده كل ساعتين. دابا حنا يعني عملنا غسولات البشره، ترطيب البشره، وكذلك حميناها من واقيات الشمس، يعني هنزيدوا شي حاجه مزونه في الروتين ديالنا، هي كمثال فيتامين سي ولا الريتينول ولا شي حاجه تفتيح. قبل ما نعملوا ولا قبل ما نفكروا نعملوا هذه المواد، ضروري خص البشره ديالنا نكونوا كنعتنيو بها يعني واحد المده لا تقل عن شهر، يعني نكونوا
كنعملوا الغسولات المناسبه، الكريمات المناسبه، الواقيات الشمس المناسبه، باش تكون نسبه التهيج او نسبه الاحمرار اللي عندنا في البشره كاقل نسبه، باش من ندخلوا ان شاء الله هاد الزيوت او هاد المكونات ما تعملناش حساسيه. هذا داخل فروتين ديالنا اليومي. امثله على بعض الفيتامينات سي، ولكن هنستعملوها بتدرج، ما نستعملوهاش يوميا، ضروري حتى تتعرف عليها البشره ديالنا. يعني كاين سيس ديرما، كاين اسدين، كاين اس في اي غوربيو ديرما، وسكين سكين في هذيك شركه امريكيه، شويش سيروم فيتامين سي غالي شويش، ولكن نقدروا نعوضوها بالبيو ديرما ولا شركه اخرى. كنعاودو كنقول ما هنستعملوش فيتامين سي مباشرة، يعني كل يوم، يعني بتدرج، وحنا كنرد البال واش بشرة هتعملنا تهيج ولا لا. ولكن البشرة اللي فيها الوردية كنفضل ما تعملش فيتامين سي كأول مرة وتخرج به، يعني تشوف يعني في المنزل واش هيعمل الحساسية ولا لا. أما بالنسبة لحمض هيالورونيك، كنعرفوا بشرة حساسة أو بشرة فيها وردية أو فيها إكزيما، الحمض الهيالورونيك من أحسن السيرومات اللي كتناسبها، ولكن مع ذلك خصنا ناخذ النسبة اللي كتكون البشرة اللي تقدر تستفيد منه وما تمناش حساسية. كنعطيكم مثلا هنا ذير انكيليس، كنعوض انا دائما ذير اورديناري او لا ديال اس دين. الشركه اللي نزلت لك هنايا شركه مزيونه، وكذلك الثمن ديالها ماشي غالي بزاف، وتقدر تستعملها بالصباح وبالليل ولا كذا. والعكس كنقول لكم ماشي فحال البشره كتكون عاديه، خص تدرج في الاستعمال ديالو. واخا كنعرفوا الهيالورونيك ما يعملناش حساسيه، ولكن ضروري تدرج من الاستعمال ديالو. بزاف ديال الناس يسقسوني على الريتينول، ممنوع منعا كليا البشره اللي فيها الورديه، اللي فيها الروساسيا، اللي فيها اكزيما، يقدر يعمل لها حساسيه تهيج. ولكن اذا بغيتي تفتيح، كاين الازيليك اسيد، كنعرفوه كاين في جوج هاد الكريمات، الازاديرم وسكينورين. يعني في الازاديرم وسكينورين كاين هاد الماده الازيليك اسيد. هاد الماده كتنفع البشره اللي كيكون فيها الورديه، عند حبوب، عند بعض التصبغات، عند المشاكل. يعني هاد البشره كتعمل على تهدئه، عفوا هاد الكريم كيعمل على تهدئه البشره، كينقص لها من داك الحجم ديال التصبغ اللي كيكون عندها، وكذلك الحبوب. يعني مع مده، يعني النتيجه ما كتكونش ضاغيه، يعني باستعمال يعني دوري، دائما تستعملوا بالليل، ولكن كأول استعمال ضروري ندخلوا هذا الحمض او هذا الكريم الازيليك اسيد. كنجبروه في الذر انكيليس، كنجبر في بزاف الشركات، كاين مركز كتقدر تعملوا بهير بالليل، ولكن ما ننصحكش تعملوا مباشره دائما، يعني تستعملوا يوم ويوم لا، يوم يوم لا، حتى تشوف البشره ديالك واش هتحسس منه ولا لا. كنتمنى نكون فدتكم بهاد المعلومات يعني البسيطه، وتطبقوا الروتين، واي استفسار ولا تساؤلات انا معكم دائما في اللايف على المباشر الاحد والاربعاء على الساعه 7:30 مساء، ونهار الخميس دائما كناخذ الاسئله اللي كتكون واضحه، يعني الاسئله اللي كتكون مكتوبه مزيان وواضحه كنجاوب عليها على شكل فيديو. خليتكم على خير.